ازدياد أعداد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يتسبب في ظهور أزمة جديدة، هذه المرة في المقابر. ففي محافظة خان يونس جنوبي القطاع أصبح دفن الموتى مشكلة يحاول الفلسطينيون إيجاد حلول لها. لا يمكن السيطرة على عملية الدفن في أماكن مكان معين، فبذلك بتم الحفر بشكل عشوائي في أماكن في عدة أماكن حوالين البيوت حوالين المنازل وبتبرع من أصحاب الأراضي. أعداد كبيرة من الفلسطينيين يتبرعون بالحفر والصلاة والدفن، فيما ينزوي البعض في ركن قصي للبكاء على من فقد. ما في شعور، ما ضل شعور، فتنا الشعور احنا، ما فتنا العاطفة، ما ضلش بقلوبنا، ماتت، ماتت القلوب، صدمات، أشلاء. قرار إسرائيل بوقف إمدادات الكهرباء والوقود أفقد المستشفيات الطاقة، ما يعرض الأطفال حديثي الولادة والمرضى المسنين الذين على أجهزة التنفس وغيرهم للخطر. ودون كهرباء تواجه المستشفيات خطر التحول إلى مشارح بحسب الصليب الأحمر الذي حذر من أن الوضع الإنساني في غزة سيخرج عن السيطرة بسرعة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.